مرحبا فيكم. اليوم حنعرفكم على ماسكات الطبيعية للشعر، ماسك الجرجير والمعادن اللي غنية في ماسك الجرجير ومنافعه للشعر. بتقدر كل ست بيت موجود عندها الجرجير بتعمل ماسك لشعرها وبتهتم وبتعمل عناية كتير حلوة. الجرجير أكيد غنى عن التعريف، الجرجير معروف من على دور أجدادنا، كان يقولوا زرعي جرجير تحت السرير، من منافعه الغنية بالمعادن والفيتامينات، منافعه الغنية بالألياف اللي بتساعد على تنظيف فروة الرأس، تجديد خلايا البصيلات تبع الشعر، تعطي منافع صحية كتير حلوة، بنفس الوقت بيعمل شايني وبساعد على تطويل الشعر. بنحضر الجرجير، بنجيب بعض الأوراق من الجرجير بعد ما نغسلها ننظفها، بنحط عليها زيت الجرجير وزيت حبة البركة، بنحطهم في الخلاط مع معلقتين زبادي ونص ليموني أو نص كوب ليمون، بنخلط هالكم ورقة جرجير حسب كمية الرأس اللي هو محتاجة أو حسب طول الشعر، بنخلطها وبنحاول نمدها بطريقة ما الحين بنشرح لكم عليها. يطبق الجرجير ماسك الجرجير بالأسبوع مرة أو مرتين أقل شيء حتى ناخذ النتيجة السريعة. أقل شيء بدنا من 4 لـ6 جلسات، بس من أول جلسة حنشوف نتيجة واضحة جدا، بتشوفي لمعان بالشعر، بتشوفي فروة الراس لو فيها قشور أو قشرة أو في عندها بكتيريات أو عندها أي شيء مثلا من عوامل الطبيعة، مناخ، الطقس، بتشوفي من أول مرة هذا كله بينزال وبيعطي روح الرطوبة في الشعر. أما بالنسبة للمدة اللي لازم تحط السيدة على الشعر، أنا بفضل ينحط من 1 لـ2 ساعات، أي ماسك طبيعي حتى ناخذ الفايدة الكافية بالشعر. أكيد الشعر هي مش إنه مصطلح دراي حتشفط فورا أي فيتامين إحنا بحاجة إله، فالشعر بدك تعطيها وقتها من 1 لـ2 ساعات ماكسيمو. بس إذا السيدة مستعجلة مثلا ما عندها وقت كافي، فبنحط جهاز الحرارة الترمولاكب بيساعدنا على إنه ينشط خلايا وألياف بصلة الشعر بشكل سريع، بتخلي ماكسيموم 20 دقيقة بعدين غسيل ودراي. ومن أساسيات ماسك الجرجير، شيء أساسي قبل ما نحط ماسك الجرجير لكل سيدة لازم يكون عنا هاي الأمبولات، الأمبولات هاي اللي غنية بالفيتامين والمعادن، اللي غنية بفيتامين دال، غنية بفيتامين جي، بنفس الوقت غنية بالأوميجا 3. هاي الفيتامينات اللي بنحطها قبل ما نبدأ بأي خطوة من الخطوات اللي التحضيرية لماسك الجرجير، يفضل نهيئ فروة الرأس فيها. وظيفتها بتعمل تهيئة لفروة الرأس، بتعمل ريلاكسين أولا للشعرة لبصيلات الشعر، بتعمل ريلاكس وتهيئة لجذر الشعرة. إذا حطينا الجرجير، الجرجير هو عبارة عن مادة شوي حارة، فعشان فروة الرأس ما تنصدم فيها بنفضل إنه نهيئها بالفيتامينات، نعطيها تغذية وريلاكس إنعاش، بعدين بنبلش ندهن الجرجير خطوة خطوة. متوفرة الفيتامينات هاي بتحصلوها بالصيدليات وبتحصلوها عند العطارين، متوفرة بكثرة. حابة نوهكم عن طريقة بسيطة، لما نحن بندهن الماسك الطبيعي من الجرجير لفروة الرأس بعد ما حطينا الفيتامينات الكبسولات، من بعد ما حطينا ماسك الجرجير الطبيعي اللي غني بالزيوت وغني باللبن الزبادي والفيتامينات، الأطراف يفضل إنه ما ننزل فيها جرجير بكميات عالية حتى نعطيها ريفريش للألياف الشعرة ونعطيها لمعة وتاخذ الشعر الأكسجين اللي هي بحاجته. يفضل نحط أي كريم ترطيب متوفر بأي كوزمتيكا، ناخذ كريم ترطيب للأطراف فقط. وما رح ننسى أكيد المساج خطوة أساسية بكل ماسك طبيعي عم نعمله. المساج بيساعد على الريلاكس للكاستمر، بيساعد على الضغط في مسامات فروة الرأس، حتى لو السيدة عندها تساقط في الشعر بيوقف التساقط مع المساج، لأن المساج عبارة عن تدليك، والتدليك بيساعدنا على نشاط الدورة الدموية في ألياف الشعر وبيعطينا التغذية اللي إحنا بحاجتها، بيساعد على تعزيز نمو الشعرة. المساج خطوة أساسية بكل ماسك لازم نعمله من مدة 5 دقائق لين 15 دقيقة.